البيت الأبيض يكرر دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الإيرانية. رئيس الوزراء الليبي يوجه باستيعاب 11,000 من عناصر القوات المساندة في مؤسسات الدولة. أم لبنانية تضطر لنقل طفلتها إلى محل في صور لإنقاذ حياتها بعد انقطاع الكهرباء عن المنزل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الإخبارية على شاشة الحدث. يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الهجوم الذي استهدف ناقلة ميرسر ستريت قبالة سواحل سلطنة عمان الأسبوع الماضي، وتعتزم بريطانيا مناقشة الهجوم على الناقلة خلال اجتماع مغلق بعد أن أبلغت مجلس الأمن بأنه من المرجح للغاية أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لشن الهجوم الذي أودى بحياة 2 من أفراد طاقم الناقلة، أحدهما بريطاني والآخر روماني. وفي حين تعتبر هذه الجلسة لجس نبض روسيا والصين على الأغلب لمعرفة كيف ستدافع عن التصرفات الإيرانية، فإنه من غير المتوقع صدور أي بيان في أي قرار. كررت واشنطن تلميحها بعمل إسرائيلي ضد إيران، حيث قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في ردها على سؤال لمراسلة الحدث حول قلق البيت الأبيض من التصعيد بين إسرائيل وإيران، قالت إن لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن السلوك العدواني على الملاحة البحرية الدولية يشكل خطرا على العالم كله. Worried about the threat encounters threat between Israel and Iran and the high rhetoric with the threat of the Israeli's launching a military strike against Iran. Well, of course Israel as a sovereign country has the right to defend itself, and we certainly recognize that first and foremost. We of course are working with the international community and have concerns about the escalating activity we've seen. As it relates to the seized tanker, the Asphalt Princess, also the Mercer Street attack. And these are all certainly issues that are of concern to us and of concern to the international community. We feel it follows a pattern of attacks and other belligerent behavior. And these actions also threaten freedom of navigation through crucial waterways, something that is posing a risk to a range of countries around the world. I would also note that we know our British partners have called for action, called for steps in a coordinated way from international bodies, including the United Nations, which we would certainly support. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس جدد موقف الولايات المتحدة في دعم وحماية حلفائها ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط من أي تحرك إيراني، وقد حث الرئيس الإيراني الجديد على العودة للمفاوضات النووية قريبا. رسالتنا إلى رئيسي هي نفسها رسالتنا إلى أسلافه، وهي بسيطة للغاية. الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الأمنية وكذلك عن حلفائها. نأمل أن تستغل إيران الفرصة لتعزيز وتطوير النشاطات السياسية. من جانبنا نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات في فيينا. ننتظر التقارب الذي تقوم به الحكومة الجديدة في إيران، وبناء على ذلك سنرى. على الجانب الآخر، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تهديد إيران بعمل عسكري ضد بلاده يمثل مخالفة للقانون الدولي، متعهدا بالرد الحاسم على ذلك بحسب وصفه. وأضاف خطيب زاده عبر تويتر أن السلوك الإيراني الذي وصفه بالخبيث ناتج عن الدعم الغربي الأعمى على حد قوله. في شأن إيراني آخر، عبرت 13 منظمة سياسية إيرانية عن دعمها للشعب الإيراني في رغبته بإسقاط النظام وفقا لموقع إيران إنترناشنال. وأعلنت المنظمات نيتها التنسيق المنظمة مع الشعب للوصول لهذا الهدف. أوضح بيان المنظمات أنها تؤمن بالديمقراطية وسلامة الأراضي الإيرانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
كما قال البيان إن المنظمات تدعم الاحتجاجات الشعبية السلمية وإنها تدرك الصعوبات في الصراع الدائم مع نظام معاد للإنسان منذ 42 سنة. يأتي البيان بعد قمع قوات الأمن للاحتجاجات الشعبية ضد سياسة التعطيش التي يتبعها النظام في محافظة الأحواز. إذن ضمن بعض الأخبار العاجلة الواردة إلى غرفة الأخبار، مراسلة الحدث تحدثت عن إطلاق صواريخ وذلك من منطقة العرقوب نحو مزارع شبع الحدودية مع إسرائيل. أيضا الجيش الإسرائيلي كان قد صرح بأن إنذارات عدة قد أطلقت في عدة بلدات بالجليل الأعلى والجولان. أيضا المصادر الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى إطلاق قذائف صاروخية وذلك من سوريا صوب حدود إسرائيل وسماع دوي انفجارات. إذن هذه بعض الصور التي وصلت إلى غرفة الأخبار والتي تشير إلى حالة من الحراك بالصواريخ وأيضا يعني حالة من إطلاق الصواريخ كما ذكرت من العرقوب نحو مزارع شبع الحدودية مع إسرائيل. سوف نوافيكم بالتأكيد بمزيد من التفاصيل حال وصولها إلينا، وبالتأكيد لعلنا نقف في ضمن وقفة مع مراسلينا بحيث نستكشف ونستقرئ هذه الأحداث وتداعياتها، حيثيات الموضوع وآليات هذا الحراك. إذن معي الآن عبر الهاتف مراسلة الحدث من القدس جمانة خديجة. جمانة، ما الذي يجري الآن بحسب الروايات الإسرائيلية وبحسب ما تشاهدين؟ حسب ما وردنا حتى هذه اللحظة يدور الحديث عن إطلاق عدة رشقات صاروخية من سوريا تجاه إسرائيل في منطقة الجليل الأعلى والجولان. تم تفعيل الإنذارات وتم سماع دوي صافرة الإنذار، تم اعتراض هذه الصواريخ كما يردنا الآن من قبل منظومة القبة الحديدية. هذه المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة. يدور الحديث عن عدة رشقات صاروخية والتي تم اعتراضها وتم سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى وأيضا في منطقة هضبة الجولان. حتى هذه اللحظة يتم فحص الموضوع مجريات الأحداث ميدانيا، ولكن هذه المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة. هل الجانب الإسرائيلي قال إنه اعترض كل الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجانب الإسرائيلي؟ حتى الآن وردنا أنباء أنه يتم اعتراض هذه الصواريخ. حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات إن كان تم اعتراض جميع الصواريخ، ولكن هنالك عدة اعتراض للرشقات الصاروخية في هذه المرحلة. وأيضا يعني يردنا الآن أنباء بأن الصواريخ يعني تم إطلاقها من لبنان كما يرد الآن لدى الإعلام العبري. حتى هذه اللحظة هي المعلومات المتوفرة، ولكن من المرتقب خلال الساعات المقبلة أن يكون لدينا معلومات أكثر وأوفر من مصادرنا وأيضا من قبل البيانات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة. يعني ما أفهم منك جمانة بأنه هناك يعني تزامن لإطلاق هذه الصواريخ من لبنان ومن سوريا باتجاه الجانب الإسرائيلي. طيب دعيني أسأل، هل يعني الوضع لدى الجانب الإسرائيلي ما زال يعني تحت صافرات الإنذار، حالة من التوتر وما إلى ذلك، أم الموضوع انتهى؟
يريدنا الآن بداية تقديرات أولية بأن القصف جاء من جنوبي لبنان كما يرد الآن يعني من قبل هيئة البعثة الإسرائيلية كان حتى هذه اللحظة كما ذكرنا يعني أمس وأيضا كان هنالك تأهب حالة من الاستنفار للجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. كان أيضا متوقع وفقا للتقديرات الإسرائيلية بأنه ستكون هنالك جولة تصعيد جديدة، ولكن كانت يعني الجولة الأخيرة هي كانت قصيرة نسبيا، والتي قامت بها إسرائيل بزيادة إن كان كم القذائف المدفعية وأيضا يعني إن كان أيضا بالغارات الجوية التي كانت يعني هي الأولى منذ 7 سنوات. فلذلك يعني كما ذكرنا الجيش الإسرائيلي هو في حالة تأهب خلال هذه اللحظات، لكن المعلومات المتوفرة بأن القصف هو جاء من هو التقديرات أن القصف جاء من جنوبي لبنان، ولكن المعلومات الأكيدة ستردنا يعني خلال الساعات المقبلة. تم الحديث عن اعتراض هذه الضربات الصاروخية، يدور الحديث عن 10 اعتراضات من قبل منظومة القبة الحديدية التي يعني تتواجد بالقرب من الحدود الشمالية في إسرائيل. المعلومات الآن هي التي تريدنا يدور كما ذكرنا الحديث عن 10 اعتراضات، طبعا الاعتراضات تأتي من منظومة القبة الحديدية. تريدنا أيضا من معلومات ومصادر في مصادر لدينا لقناة الحدث العربية عن سقوط صواريخ على مزارع شبعة نتيجة لهذه الضربات الصاروخية. نعم، يعني بالتأكيد تلخيصا للمشهد جمانة، إذن هي مجموعة من الصواريخ، الحديث يجري إذن عن تزامن لإطلاقها من العرقوب نحو مزارع شبعة الحدودية مع إسرائيل. أيضا يعني كما ذكرت أيضا إطلاق قذائف صاروخية أطلقت من سوريا صوب حدود إسرائيل، هناك حديث عن سماع دوي انفجارات. أيضا كما ذكرت الجيش الإسرائيلي اعترض عن طريق القبة الحديدية هذه الصواريخ، لكن أيضا في هذا الوقت وأنا أتحدث معك هناك حديث جمانة تتحدث عن أن إسرائيل بدأت بالفعل بالرد المدفعي، هناك أنباء عن رد مدفعي إسرائيلي على هذه الصواريخ التي أطلقت من الجانب اللبناني. حتى هذه اللحظة ليست لدينا معلومات إن كان هنالك بدأت إسرائيل بالرد عن طريق القذائف المدفعية، ولكن يعني القذائف المدفعية والمدفعيات الإسرائيلية هي كانت على استعداد وعلى تأهب منذ التصعيد الأخير أي منذ يومين، لذلك يعني من المتوقع يعني أن يكون هنالك رد في هذه اللحظة. ولكن الأخبار التي تردنا بأنه يتم اعتراض الصواريخ، و ستريدنا أيضا يعني إن كان الرد سيكون يكتفي على الرد المدفعي، أو إن كانت سيكون في هذه الجولة استخدام أيضا للغارات الجوية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. ولكن كان هنالك حديث داخل المؤسسة الأمنية خلال اليومين الماضيين إن كانت إسرائيل تريد أن تصعد على الحدود اللبنانية وعلى هذه الجبهة بالتحديد، أم إن كانت تريد الالتفات إلى حل الأزمات الأخرى إن كان التهديد الإيراني. فالرد الإسرائيلي من الممكن بأن يكون أيضا مكثفا هذه المرة وفقا للتقديرات الأمنية في إسرائيل. الساعات المقبلة ستخبرنا ماذا سيكون الرد الإسرائيلي، ولكن إسرائيل أكدت ويعني كانت لديها رسالة إلى اللبنانيين وأيضا إلى كل من حزب الله والفصائل الفلسطينية بأن إسرائيل لن تسمح بإن كان المس بسيادتها أو تهديد حياة مواطنيها. نعم، شكرا جزيلا لك إذن مراسلة الحدث من القدس جمانة خديجة. ما زلنا إذن وإياكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل المباشر لحيثيات سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة على الجانب الحدودي الإسرائيلي. معي الآن أيضا غنوة يتيم. غنوة أهلا ومرحبا فيك. كانت هذه الرواية الإسرائيلية بحسب ما تم التصريح فيه، ما الذي جرى على الجانب اللبناني غنوة؟
يعني بحسب المعلومات الأولية من الجانب اللبناني أطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة شبعة، مزارع شبعة على مركز إسرائيلي ربما هناك. الصواريخ أطلقت من منطقة العرقوب وهي التي تضم أيضا يعني الهبارية شبعة وهذه القرى. حتى الآن لم يأتي الرد، يعني لم يكن هناك رد إسرائيلي على لبنان، ولكن طبعا إطلاق الصواريخ هذا تكرر بشكل كثيف خلال الآونة الماضية. نحن نتحدث خلال يومين يعني أطلقت صواريخ في الرابع من آب، واليوم تتكرر هذه الحادثة. يعني البعض يعني بدأ يعني يشير إلى بأصابع الاتهام بأن حزب الله قد يكون يقف وراء هذه الحوادث لأنها تتكرر بشكل كثيف في وقت أمني ووضع اجتماعي واقتصادي حساس في لبنان. المنطقة الغارة التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي يعني الليل وقبل أمس هي كانت منطقة تتبع لحزب الله، هناك تواجد لحزب الله تواجد أمني لحزب الله فيها. بحسب المصادر يعني يصعب على أي فصائل فلسطينية الوصول إليها، أو يعني إذا كانت فصائل فلسطينية فسيكون هناك تسهيل لمرور لهذه الفصائل. لذلك يعني هناك اليوم من يخشى بأن حزب الله يكون بالفعل يريد أن يمرر رسائل أو أنه ربما يكون يريد أن يضم لبنان إلى المحور الإيراني، إن كان عبر فلسطين أو كان عبر سوريا، من أجل تحرير منطقة جنوب لبنان في الحرب مع إسرائيل. طيب غنوة، بحسب أنباء تشير وتتحدث عن أن هناك ردا إسرائيليا مدفعيا بالفعل قد حصل، يعني قبل أن تجري هذا الاتصال بحسب معلوماتي لم يكن قد حصل الرد. لا أعلم إن كان تغير الموضوع خلال هذه الدقائق، ولكن بحسب آخر المعلومات لم يكن هذا الرد قد حصل فعلا. أيضا تزامنا مع ذلك، ولكن هو متوقع، يعني هذا هو السيناريو الذي نتوقعه في كل مرة يكون هناك صواريخ تطلق من لبنان، يكون هناك رد على هذه الصواريخ عادة في مناطق مفتوحة من أجل إيصال رسالة، يعني هي أكثر باتت رسائل بين حزب الله وبين إسرائيل، ولكن هناك خوف اليوم من أن يكون هناك الموضوع أصبح أكثر من رسائل، وأصبح ربما يعني هناك من يريد فعلا جر جنوب لبنان إلى حرب. غنوة، ما بعرف يعني إذا عندك معلومات، أنت قلتي إنه هذه الصواريخ استهدفت مركزا إسرائيليا، تزامنا مع ذلك الجانب الإسرائيلي يصرح من تل أبيب بأنه هذه الصواريخ استهدفت أو تمت يعني توجيهها نحو قاعدة دوف، يعني ما هو هذا المركز الإسرائيلي أو يعني موقعه أو أهميته أو أي معلومات تتعلق فيه؟ يعني بحسب المعلومات التي وصلتني هناك مركز للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعة المحتلة، هو ما تم استهدافه من منطقة العرقوب في لبنان. لا معلومات لدي إذا كان هناك إذا حصل هناك أي إصابات أو تم استهدافه بشكل مباشر، هذه فقط معلومات أولية تمكننا من الحصول عليها خلال هذه الدقائق. طيب أيضا هذا الهجوم بالصواريخ أيضا يعني ما مدى أو ما حجمه غنوة؟ يعني قبل يومين في 4 آب كنا تحدثنا عن 3 صواريخ وإسرائيل استطاعت أن تعترض صاروخين بحسب ما أذكر، هل هناك أي تفاصيل أيضا متعلقة بحجم أو مدى هذا الهجوم؟ حتى الآن أيضا لم يعلم العدد المحدد للصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان. قبل يومين كان هناك ثلاثة صواريخ، 2 منها وصلوا إلى المناطق الإسرائيلية إلى الجهة الإسرائيلية، ولكن 1 من الصواريخ سقط في لبنان دون أن يحدث أضرار.
طبعا يعني كان الرد اولا بحوالي 90 صاروخ على مناطق مفتوحه في لبنان، ومن ثم كان هناك رد بغاره اسرائيليه عبر طيران حربي، وهذه كانت المره الاولى التي يجيب فيها الطيران الاسرائيلي منذ عام 2014. كان هذا تحول. ايضا كنا قد ذكرنا في السابق بانه كان هناك تغيير من خلال منطقه اطلاق الصواريخ، بان هذه المنطقه تخضع لسيطره حزب الله بشكل تام. غير ذلك كان هناك يعني تشابه في يعني تشابه بانه في منطقه في عمليه الرد في مناطق مفتوحه غير اهله بالسكان، ولكن طبعا هناك دائما تخوف. يعني في الشهر الماضي كان ربما كانت قد كادت ان تسقط الصواريخ الاسرائيليه في منطقه مأهوله، وهذا الامر ايضا كاد ان يجر المنطقه الى حرب. طيب ايضا ان كنت تتذكرين غنوة، امبارح اشرتي الى انه يعني مثل هذا الهجوم او رد الهجوم من الجانب الاسرائيلي قد حصل في وضح النهار، وكان ذلك مستغربا او كان امرا ملفتا. تفضلي. يعني عادة في كل المرات السابقة التي أطلقت منها الصواريخ كان هذا الأمر يحدث في ساعات الليل، خاصة يعني هربا ربما من رادارات من كاميرات، كي يتمكن الفصائل التي تطلق أو المجموعات التي تطلق هذه الصواريخ ربما الاختباء بين الأشجار والهرب بين الأشجار. اليوم وفي الرابع من آب أطلقت هذه الصواريخ، هذه المرة الثانية التي تطلق هذه الصواريخ في وضح النهار. الجيش اللبناني حتى الآن لم يعلن أي مرة عن من هي المجموعة التي أطلقت الصواريخ. كان فعلا مستهجا الرد الرسمي اللبناني إن كان من قبل رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية بأنهم يدينون الرد الإسرائيلي، خاصة وأن أي مجموعة لم تعلن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ في وقت كانت إسرائيل تحمل فيها الحكومة اللبنانية إطلاق هذه الصواريخ من أراضيها. اليونسل دائما كانت تدعو إلى ضبط النفس ككل مرة، كانت تجتمع بالطرفين، ولكن يعني عملية تكرار يعني تكرار إطلاق هذه الصواريخ وأيضا تغيير موعد إطلاقها لا نعلم إن كان هذا يوحي يعني بتغير السيناريو الذي كنا نراه في الأشهر الماضية. طب أيضا غنوة، لو تحدثنا عن الجانب الإسرائيلي والاتهامات التي يوجهها وكيف يحمل الجانب اللبناني الرسمي المسؤولية، سؤالي هون غنوة، هل هذه الإشارات واضحة باتجاه حزب الله أم لربما للفصائل الفلسطينية أو الحراك الفلسطيني في لبنان؟ يعني حتى المرة الأخيرة كان الجانب الإسرائيلي يحمل الفصائل الإسرائيلية مسؤولية إطلاق الصواريخ، علما أنه يعني في لبنان أيضا كان هناك اتهامات لفصائل فلسطينية، ولكن دائما هناك من يقول بأن حزب الله، هلا طبعا الفصائل الفلسطينية بعضها يرضخ يعني في حال كان هناك طلب من حزب الله بأن يتم وقف إطلاق هذه الصواريخ قد يعني يرتخ لهذا الأمر. بعض الفصائل هي فصائل مستقلة، ولكن كما ذكرت بأنه حتى الآن لم يتمكن الجيش اللبناني أو اليونيفيل من تحديد من هي المجموعات المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ. محللون يقولون بأن حزب الله قادر، بغض النظر، هو قادر على معرفة من يطلقها، قادر على تعقبهم، خاصة عندما تكون هذه الصواريخ تطلق في مناطق تابعة له أو تابعة نسبيا له. شكرا جزيلا لك غنوة يتيم، يعطيك العافية وشكرا جزيلا. وتوجه أو أبقى في بيروت مع ضيف العميد خليل الحلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. حين نتحدث عن الفاعل أو الضالع في مثل هذا الهجوم وهو البادئ، سيادة العميد، هل هناك إشارة إلى فصائل فلسطينية أم إن الإشارة واضحة بقيام حزب الله بمثل هكذا هجوم؟ سيدي الكريم، لا يمكن فصل ما يحصل في جنوب لبنان منذ 72 ساعة حتى اليوم عن ما يحصل في المنطقة. فأريد أن أذكر أنه في المنطقة هناك استهداف
لناقلة نفط إسرائيلية قتل عليها شخصان، واحد بريطاني واحد روماني، وهناك أيضا محاولة قرصنة لناقلة نفط بريطانية، وهناك تصعيد في العراق، وهناك تصعيد في اليمن. نعم. وهذا كله في وقت محادثات فيينا متوقفة. هذه المحادثات أريد أن أذكر أيضا وبشكل واضح أنها لم تتوقف بسبب خلافات بين الطرفين، إنما توقفت بانتظار أن يستلم الرئيس الإيراني الجديد مركزه ويؤلف حكومته، وقد استلمها بالأمس، ونحن بحاجة إلى أكثر من شهر للوصول إلى هذه إلى الاتفاق الذي برأيي سيحصل بالرغم من كل ما نراه من تصعيد. ولكن في هذا الوقت الضائع المحور الممانعة بحاجة إلى ما يسمى بالفرنسية ريزون داتر، يعني سبب وجود. إذا لم يكن هناك مفاوضات ولم يكن هناك مواجهة، فما هي الفائدة من هذا المحور؟ وبالتالي هذا التصعيد الذي نراه والذي لا يتجاوز حدا معينا ودائما الردود عليه كمان لا تتجاوز حدا معينا، هذا هو ما يحصل. أما حماوة الجبهة خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، إذا كانت فصائل فلسطينية قامت بهذا الأمر وكانت هي خلف هذه الرمايات التي استهدفت قواعد في الداخل الإسرائيلي، هذه الفصائل أريد أن أذكر أنها لها ولاءات مختلفة في المنطقة، ليست فصائل تعمل تحت السلطة الفلسطينية الشرعية في الموجودة في رام الله. وبالتالي إذا وجهت أصابع الاتهام إلى من يعني ضغط على الزناد، يجب أن يذهب أصبع الاتهام إلى من خلف الذي ضغط على الزناد. وبالتالي للجواب الأخير، أضع هذا في إطار المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في المنطقة والمواجهة الإيرانية العربية طيب. في المنطقة والمواجهة الإيرانية الأمريكية في المنطقة. طب اليوم هناك حراك، الحراك الإسرائيلي الذي يحمل الجانب اللبناني الرسمي ما يجري على الأرض اللبنانية، وفي الوقت ذاته هناك حراك لبناني تترجم أو تجسد عن طريق ميشيل عون الرئيس اللبناني، وأيضا رئيس الحكومة ليس المكلف يعني القائم بتصريف الأعمال والتوجه نحو الأمم المتحدة. كيف يعني ما نتاج ترجمة هذا التبادل السياسي بتحميل المسؤولية لكل من الطرفين الآخر؟ يا سيدي، خلينا نبدأ أولا بالدولة اللبنانية. تفضل. الدولة اللبنانية تتهم الإسرائيليين بالاعتداء على الأراضي اللبنانية، وهذا صحيح، هناك اعتداء حصل على الأراضي اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701 وخرق للأجواء اللبنانية وغيره. ولكن الدولة اللبنانية بمن بأشخاص المسؤولين الذين تفضلت وتحدثت عنهم يتناسون موضوع السيادة. إذا كانوا هم أسيادا على أرضهم كما ينص الدستور وكما تنص القوانين والأعراف والمواثيق واللي بدك إياه، إذا كانوا هم فعلا يعني يمتلكون أو يتمتعون بالسيادة الكاملة على أرضهم، هل كانوا قاموا برمايات صاروخية على إسرائيل أو سمحوا بذلك أو أوعزوا بذلك؟ يعني يختبئون خلف أصابعهم. هناك خرق للسيادة اللبنانية من داخل لبنان بمن قام بهذا العمل أو ممن قام بهذا العمل، وهناك خرق للسيادة اللبنانية من الجانب الإسرائيلي أيضا في هذا الظرف المزعج. وبالتالي ولكن ما حصل على الأرض كمان يجب الإضاءة عليه، الجيش اللبناني بالأمس كان يحقق، وهذا ليس سينما، إنما كان فعلا يحقق لكي يعرف من أطلق الصواريخ. هلأ نتيجة التحقيق إذا ستظهر للعلن أو غيره، هذا كله يتوقف على السلطة اللبنانية التي هي في محور الممانعة. طيب هذا المشهد اليوم، يعني حالة من التوتر ثم حالة من الهدوء ثم يعود الوضع كما كان سيد خليل، يعني هل نتنبأ فقط بتكرار المشهد؟ أم إن هناك جانبا من الهدنة أو المهادنة
قد يحدث في الوقت القريب؟ سيدي أنا مقتنع حتى هذه اللحظة بأن ما يحصل لن يتجاوز حدودا معينة، لأن الجو جو مفاوضات بين الولايات المتحدة وأوروبا وإيران، ولا يمكن لإسرائيل أن تقوم بأي عمل من هذا النوع أو حرب واسعة النطاق بدون استشارة حلفائها الغربيين، وهذا ما تقوله على أثر استهداف الناقلة الإسرائيلية. إنما يعني أتوقع إذن هدنة، ولكن هدنة أو التهدئة بعد الذي حصل. يعني هلأ أكيد في رد إسرائيلي بدون ما أعرف، أكيد رح يكون في رد إسرائيلي، يمكن حجمه يكون كبير مثل مبارح يعني بالطيران ويمكن أكثر، ولكن لن نذهب إلى حرب شاملة إقليمية. هلأ إذا استمر هذا الوضع ولم يضبط من قبل الماسكين بالقرار، يعني أتحدث عن طهران وتل أبيب، إذا لم يتم ضبطه بما يلزم، يمكن من جراء خطأ في الحسابات من أحد الطرفين أن يجر إلى مواجهة أوسع بكثير. طيب كما تعلم سيادة العميد أنه الجانب الإسرائيلي يطلق في الآونة الأخيرة الكثير من التصريحات التي تتسم بالتصعيد، إلى أي مدى تصعيدي يمكن أن يأخذ هذا الرد منحاه أو اتجاهه؟ هلأ يعني إلى أي حد رح جاوبك على السؤال من الآخر، لا يمكن أن يتجاوز خط أحمر بالذهاب إلى مواجهة شاملة. يعني يمكن أن الآن أكيد يقومون بالرد الأرضي، ويمكن الرد الجوي أن يأتي خلال الساعات القادمة وربما أكثر من ذلك، وربما يتجاوز الرد الجوي منطقة الجنوب، كله وارد ولكن ضمن حدود معينة. برجع بكرر، الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة ضعيفة وحكومة بحاجة إلى الولايات المتحدة ودعمها أكثر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل، وهي حكومة ملونة وليست متجانسة، وهي أكيد مؤقتة. لا يمكن أن تقوم بحرب شاملة في المنطقة، خاصة وأنه ليست لها أدوات ضغط فاعلة في واشنطن على إدارة بايدن لكي تأخذ الضوء الأخضر، التي هي لا يمكن أن تجري أو أن تفعل أي شيء بدونه. وبالتالي يمكن يكون الرد مؤذي كبير بمحلات بالداخل اللبناني، لأنه هلأ عم نغير قواعد الاشتباك مثل الإمام. إنما لن نذهب حتى اللحظة وفقا للمصلحة الإيرانية وللمصلحة الإسرائيلية وللمصلحة الأمريكية وللمصالح الأوروبية، ما حدا بده حرب شاملة. إنما الحروب الشاملة ممكن تحصل بخطأ بالتقدير من أحد الأطراف. مع أنه سيادة العميد يعني في آخر تصريح إسرائيلي تم الحديث وما يتعلق بالناقلة الإسرائيلية أنه إسرائيل جاهزة للرد حتى في الداخل الإيراني بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية. نعم، إسرائيل تقوم بالرد بالداخل الإيراني بعمليات مموهة، بلش من اغتيال فخري زاده وبالجاي والحرائق الغامضة التي لا الحديث كان عن هجوم عسكري أكبر. ما مستحيل، يعني أول شيء إيران تبعد أكثر من 1500 كيلومتر 2000 كيلومتر، كيف بده يعمل هجوم؟ ممكن يكون هجوم جوي، ضربة جوية داخل إيران، هذا بده ضوء أخضر أمريكاني، ولا أظن أن هذا الضوء الأخضر يمكن أن يعطي إسرائيل هذا يعني هذا النوع من الرد. الرد ممكن يكون على سفن شحن إيرانية، الرد ممكن يكون بعملية محدودة داخل إيران مموهة أو غير مموهة، ولكن قصف هيك جوي، إنه نروح بغارة جوية فوق إيران، نمرق فوق 40,000 عسكري أمريكي و11-12 قاعدة جوية أمريكية موجودين بالخليج، نروح نعمل كزدورة ونرجع، هاي ما بتصير بدون ما يكون البنتاغون أي الأي، وإلا الوضع سيكون سيء جدا بين واشنطن وتل أبيب. أيضا في بداية الحوار سيادة العميد تحدثت أنه يعني بحسب ما فهمت أنه هناك محاولات لتنشيط هذه الجبهة في سبيل أن تكون ورقة متعلقة بمفاوضات فيينا، هذا ينطبق على الحالين،
الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأيضا السورية الإسرائيلية، لأنه اليوم حصل هجومان ليس هجوم واحد فقط من الجانب اللبناني بحسب الأنباء الواردة يعني. نعم، يعني لما بيحصل الهجوم بالتنسيق ما بين، أنا هلأ المعلومة عم بخدها من حضرتك يعني ما كنت عم تابع، إنما لما بيكون الهجوم أو الرمايات على الداخل الإسرائيلي أتت بنفس الوقت من الجولان ومن الداخل اللبناني، معناتها الأصبع الإيراني أصبح أوضح، ولو أنه سيقول أن ليس له علاقة وليس له وصماته غير موجودة مثل ما حكي عن الناخلة الإسرائيلية. برجع بقول هيدي مش ورقة بمفاوضات فيينا. مفاوضات فيينا بدي ذكر أنه وصلت لمرحلة متقدمة جدا. ما عاد بفيينا عم بينحكى إذا رح نشال العقوبات ولا لا. العقوبات سيتم إزالتها عن إيران، في 1500 عقوبة سيتم إزالة 1000 عقوبة من هذه العقوبات. المفاوضات في فيينا وصلت إلى مستوى من سيقوم بالخطوة الأولى، هل الولايات المتحدة ستزيل العقوبات أولا أو إيران ستوقف التخصيب الذي ذهبت به إلى أقصى الحدود أولا، مين رح يبلش؟ يعني ما لم يعد الموضوع يعني ماذا، الموضوع هو من اليوم. وبالتالي هذا التصعيد هو لملء الوقت الضائع للريزون داتر، يعني لسبب وجود الممانعة. إذا كانت الممانعة لا تفاوض ولا تحارب فما الفائدة منها؟ وبالتالي هذا برأيي معنى ما يحصل اليوم. طيب، إذن من بيروت العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ومعي أيضا الآن سيد إيلي فواز الكاتب الصحفي، أهلا ومرحبا فيك سيد إيلي. هل ما يحدث إذن هو محاولة إذن لتنشيط هذه الجبهة ضد إسرائيل؟ أنا لا أعتقد أنه أي من الطرفين يريد خوض حرب شاملة، مع أنه هذا الاحتمال يمكن أن يكون قائما، ولكن ما يجري اليوم هو مفاوضات عبر الصواريخ من خلال لبنان أو من خلال الجولان بين إيران وإسرائيل، بوجود إذا بدك حكم متطرف لإيران، أي إدارة بايدن اليوم هي إدارة متطرفة أو منحازة إذا بدك لإيران لأسباب كثيرة، وهي تحاول اليوم يعني إعادة إحياء الاتفاق النووي. ولا يمكننا فصل ما يجري اليوم، لا يمكننا فصل ما يجري اليوم عن ما يجري في فيينا. إيران، إسرائيل يعني تهاجم إيران في كل مكان، تهاجم إيران في إيران، يعني مؤخرا قتل العالم النووي حسن زاده، الأحداث التي جرت في مفاعل النووي في نتانز، سرقة الملفات من طهران عام 2018، القصف في سوريا، القصف في العراق حتى، هؤلاء كلها أشياء عم تضرب الإيرانية، عم تأذي الإيرانية في داخل إيراني مضطرب جدا لأسباب اقتصادية ولأزمات اقتصادية تعاني منها إيران، وهي تريد أن تعيد إذا بدك يعني تحد من هذه الهجومات. ليش اليوم عم بيصير هيك؟ لأنه هي متشجعة أنه في إدارة أمريكية ستمنع إسرائيل أو ستقف بوجه إسرائيل إذا بدك، لأنه إذا شعرت إسرائيل أنه هذا يمس في الأمن القومي، وهذا ما فعلته امبارح، استعملت الطائرات لقصف لبنان، فإذا شعرت إسرائيل أنه هذا يمس في الأمن القومي مش رح بترد على الإدارة الأمريكية. تمام. ولكن نعم تمام، يعني فقط دعني أشير سيد إيلي إلى بعض الأخبار العاجلة الواردة في هذا السياق. هناك إذن أنباء تتحدث عن تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في أجواء العرقوب، أيضا مراسلة الحدث ذكرت أن الجيش يرد على مصدر هذه الصواريخ من لبنان، وسائل إعلام أيضا إسرائيلية تشير إلى أن 15 صاروخا أطلقت من الجانب اللبناني. طيب، مرة أخرى سيد إيلي، في آخر يعني حراك نشط من هذا النوع كان هناك هجوم بثلاثة صواريخ
على الجانب الإسرائيلي، إسرائيل استطاعت أن تصد صاروخين منها. الآن الأخبار تشير إلى 15 صاروخا بالفعل أطلقت من الجانب اللبناني، هل لهذا دلالة أو إشارة يمكن فهمها ورسالة؟ لكن قبل يعني الحصول على الإجابة، فقط الجيش الإسرائيلي الآن يقول إن هناك أكثر من 10 قذائف تم إطلاقها من لبنان وقد تم اعتراض معظمها. إذن الجانب الإسرائيلي على لسان الجيش يقول إن هناك 10 قذائف أطلقت بالفعل من لبنان، واستطاع الجيش أن يعترض معظمها. طيب أعود لك مرة أخرى أستاذ إلي، إن كنت تستطيع الإجابة على السؤال. طبعا انا اقول لك ان هذا جزء من الـ يعني مفاوضات بين ايران واسرائيل، يريدون ان يوقفوا العدوان الاسرائيلي وهم مرتاحون نوعا ما. انا اقول نوعا ما، اول شيء هذه مش عم بتصير بايران، هي عم بتصير بلبنان، واذا ارادت اسرائيل ان ترد سترد في لبنان، وهم مستعدون للتضحيه بلبنان وباللبنانيين وبكل شيء، ما في مشكله، كرم عيون ايران وكرم عيون نظام الملالي الذي لا يستطيع أن يؤمن الماء والشرب لأبنائه، ولكن يستطيع أن يقتل اللبنانيين مش هام. ولكن اليوم هذه المفاوضات إيران تشعر أنها قوية بفضل إدارة بايدن، وإدارة بايدن أي فريق أوباما المتمثل بروبرت مالي، وإذا تقرأ أنت ما يقوله روبرت مالي، يعني الحقيقة هو مخيف. روبرت مالي مش بس كان يقول ضيفك أنه بده يشيلوا كل العقوبات، يريدون إعادة إدخال البنك المركزي إلى النظام المصرفي العالمي، البنك المركزي الإيراني. تعرف ماذا يعني هذا الأمر؟ هذا يعني مليارات الدولارات ستدخل إلى الخزينة الإيرانية، وستتحول إلى فيلق القدس، وستأتي إلى لبنان. يعني نحن أمام بالفعل مأساة يعني كبيرة جدا، ونحن سندفع الثمن في لبنان. نحن سندفع الثمن في لبنان. هذا مؤسف جدا. طيب يعني الموقف في الولايات المتحدة واضح حتى تجاه هذا الموقف، يعني أو الحالة اليوم يمكن التنبؤ بها بسبب التصريح الأمريكي الأخير اللي قالت فيه إنه لإسرائيل الحق المطلق يعني في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الإيرانية. لكن أيضا هناك لاعبون آخرون على الساحة، وكل لاعب يريد أن يفرض شروطا وقوانينه الجديدة. أستاذ فواز. نعم كل واحد يريد أن يفرض قوانينه الجديدة، ويريد في هذا المجال أنه يثبت قواعد مختلفة عما جرى في الماضي. إيران تتحضر للدخول إلى يعني للعودة إلى ما قبل انتخاب ترامب، أي عندما أدخلها أوباما إلى مصاف كل الدول من دون عقوبات ومن دون أي شيء، وهي تسعى للحفاظ على السيطرة التي قالوا عنها، أي هم يسيطرون على 4 عواصم عربية. أولا يريدون الحفاظ على هذا الشيء. عندما مضحك عندما يقولون إنه المفاوضات يعني بين إيران وأمريكا سيكون لبنان جزء منها. إيران لم تفاوض على شيء تمتلكه مثل لبنان، ولم تفاوض على شيء تمتلكه مثل جزء من سوريا. هذه الأمور خارج المفاوضات، وهي ستسعى في هذه الآونة في وجود إدارة بايدن إلى تمكين هذه السيطرة، إن كان في لبنان أو حتى في جزء من سوريا، كما نرى التهجير الممنهج، التغيير الديموغرافي الذي يقومون به، جهاد البناء الذي يدخل إلى سوريا حتى في شكله السوري أو في فرعه السوري. نعم. وحتى في العراق من خلال الحشد الشعبي يريدون نقل الموديل، إذا بدك اللبناني، أي حزب الله شعب دولة مقاومة، واللي هن بيقولوا شعب جيش مقاومة، ولكن هو بالفعل سيطرة كاملة لحزب الله. يريدون نقل هذا الموديل إلى سوريا وإلى
وإلى العراق من خلال الحشد الشعبي ومن خلال حزب الله في سوريا وفي لبنان. وهذه المفاوضات هم يريدون تمكين هذا الشيء من خلال الدعم الذي يتمتعون أقول الدعم الذي يتمتعون به من قبل إدارة أوباما من قبل إدارة بايدن أو فريق أوباما السابق الذي هو موجود اليوم في المفاوضات. إذن إلي فواز الكاتبة الصحفي شكرا جزيلا على وجودك معنا. أيضا معي من بيروت الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الدولية يوسف مرتضى. أهلا ومرحبا فيك. بدي أبدأ معك حقيقة من التصريح الأخير لمسؤول إسرائيلي يقول فيه أنه هناك بالفعل تصعيد كبير تواجهه إسرائيل على الجبهة الشمالية، وبحسب ما يشير فإن هناك تنبؤا بأن المعارك قد تدوم فعلا لأيام طويلة. نعم الحقيقة يعني ما يحصل في الجنوب هذه رسائل يعني من استهداف الإسرائيلي وقصف الصواريخ من جنوب لبنان وردود الفعل الإسرائيلية رسائل متبادلة. بدأ بهذه إرسال هذه الرسائل يعني من جنوب لبنان، لا أحد يتحمل أو يعلن مسؤوليته عن هذه الصواريخ، ولكن مفهوم بالسياق السياسي الحالي من خلف هذه الصواريخ. اليوم لنكن واقعيين، اليوم بالمفاوضات فيينا وقفت، واليوم تسلم الحرس الثوري قيادة إيران بكل القطاعات بعد تسلم رئيسي للحكومة الإيرانية. وكان هناك أمل أو تأمل من الجانب الإيراني أن مفاوضات فيينا ستفضي إلى العودة للاتفاق النووي لعام 2015، أي أن أمريكا ستفرج عن العقوبات عن إيران لإراحة الوضع الاقتصادي المأزوم جدا جدا بإيران. ولكن الذي حصل أن الأمريكي أعلن بوضوح أنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا إذا وافقت إيران على إدخال موضوع الصواريخ الاستراتيجية والصواريخ البالستية وموضوع تمدد إيران بالإقليم كجزء من المفاوضات للعودة للاتفاق النووي. هذا يعني أنه لا إفراج عن العقوبات. وبالتالي اليوم في رسائل بعد قصف الباخرة الإسرائيلية صدرت مواقف أمريكية وغربية لأول مرة تغطي أي عمل إسرائيلي، يعني اعتبروا أن هذا عدوان قامت به إيران، وبالتالي هم أيضا سيكونون إلى جانب إسرائيل في حال قررت رد فعل على ذلك. هذا تصريحات علنية بدون شك. هنا الإيراني أعتقد أنا أنه بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان يقول للغرب يقول لأمريكا نحن مستعدون، إذا أنتم ستردون نحن مستعدون ولا نخاف من ذلك، ونحن لن نقبل على أي توافق إلا بحدود الاتفاق 2015. يعني وبالتالي أيضا يعني وبالتالي هذا أيضا قد يترجم رد فعل أوليا بعد التصريحات العسكرية الأخيرة الإسرائيلية. لذلك الإسرائيلي رد وقال أيضا نحن مستعدون. لذلك هذا استدراج واستدراج بالمقابل. وهناك توقع أنا تقديري الشخصي أنه أيضا ممكن أن تحصل أيضا رشقات صاروخية من غزة من سوريا ويصنع أيضا رد فعل من أكثر من جبهة. أعتقد أنا الإيراني لا مفر منه من الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالشروط التي طرحها، ولكن هذه الإدارة بإيران لا يمكن أن تجلس أن تتقدم بتنازلات هيك بالمباشر بعد ما يعني صرفوا مليارات الدولارات وهم لن يتراجعوا. دعني فقط أشير أستاذ يوسف إنه أيضا الآن أنا بس بدي أشير للعاجل السريع بأنه ميليشيا حزب الله بالفعل اعترفت بإطلاق صواريخ على موقع إسرائيلي بمزارع شبعة. إذن فقط ألفت هذا استدراج. هذا يؤكد ما أقوله أنه استدراج. وأنا رأيي نحن ذاهبون إلى فتح معركة على عدة جبهات بين أزرع إيران وإسرائيل، وممكن أن تكبر هذه العملية حتى خارج يعني موضوع إسرائيل في العراق ضد السفارة الأمريكية أو قواعد أمريكية، في سوريا نفس الشيء. وبالتالي الإيراني أمام خيار وحيد الآن
هو المفاوضات على الحامي مش على البارد. أن نذهب إلى المفاوضات بعد أن تشتعل كل الجبهات، حيث سيثير ذلك قلق العالم ويقول كفى تفضلوا نجلس إلى الطاولة. عندها موازين القوى ستقرر من سيتراجع وكم سيتراجع، وممكن الإيراني لأنه أصبح أيضا بحالة اختناق كبير اقتصادي اجتماعي وتفجر بالداخل، بلوش وعزاريين وأكراد، ممكن رئيسي والخامنئي يلجؤون بهذه اللحظة يقول ليس أمامنا إلا شرب كأس السم، شرب كأس السم لإجراء مفاوضات يعني تعفي العالم من حرب شاملة. يعني هني حرص على السلم العالمي، مستعدين نجلس على الطاولة ونشرب كأس السم ونقدم تنازلات بمقابل تنازلات. أنا أعتقد هكذا. طب يعني لكن يعني تسبيع لن تحصل إلا على الحامي. لكن في الوقت نفسه يعني أستاذ يوسف، يعني ما هي العلاقة طالما أن الجانب الإيراني هو الذي كان قد ربط بين استئناف المفاوضات أو إقامة وإنشاء مفاوضات جديدة بمجيء رئيسي وتنصيبه إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران والنشاط الحاصل في هذه الجبهات؟ يعني ما أقصده، كان من الممكن أن تزيل ميليشيا حزب الله ثقل هذه الهجمات وتداعياتها عن ظهرها؟ لا، ما هو كمان يعني حتى الغرب رئيسي ربطها لأنه أصبحت حكومة روحاني يعني شبه منتهية، وبالتالي هم لا يريدون أن يعطوا الفريق الإصلاحي أي يعني ورقة يستخدمها أنه هو هذا الاتفاق النووي وأفرج عن العقوبات ورئيسي لم يعمل شيء بهذا المجال. هم يريدون إذا كان هناك فرصة للتوافق مع أمريكا أن الحرس الثوري الذي أدخل إيران بكل هذه المعمعة بالمنطقة هو من يعيد مسك الورقة حتى لا تصبح عليه مزايدات في الداخل. وأنا تقديري إيران دخلت بنفق مظلم، وبالتالي هذا سيؤثر على مستقبل إيران السياسي والاقتصادي، وأعتقد يعني أيضا على التركيبة الإيرانية الداخلية، على الديموغرافيا الإيرانية. ونحن ما نشهده بإيران خطير جدا، أول مرة يحصل في تاريخها استنفار الأعراق الأخرى ضد الفرس، الأكراد والبلوش والأزاريين، هذه أول مرة تحصل في تاريخ إيران. إيران كان فيها تماسك وطني، اليوم هذا أصبح مفقودا بظل طيب أستاذ يوسف أتمنى يعني أن الصورة في لبنان يعني أنه للأسف من هنا يعني أهمية طرح فكرة أنه بحث موضوع عزل إيران، لأنه إيران تحاول أن تحل مشاكلها على حساب الآخرين على عبر الأزرع، إن كان لبنان ولا العراق ولا فلسطين ولا اليمن ولا الأخير. طيب أستاذ يوسف بتمنى من حضرتك تبقى معي، نشاهد هذا الفيديو لأهالي بلدة قضاء حسبية حيث قاموا بمنع مجموعة من إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، نشاهد الفيديو. خلاص في ناس احنا بتدافع عن حزب الله اكتر منا، اكتر من الدولة، اكتر من طبعا مناصرين حزب الله كله بدافع عنهم اكتر منا. كيف فوضوا بيطلعوا؟ شوفوا كليب مناطقنا، كليب مناطقنا بتدافع عن حزب الله أكثر ما بتدافع عن طولات طيفتها. الكليب اللي عندنا ها بتدافع عنهم أكثر من تحت. نحن هون بشوية فوق حسبية وليكو خلي الرأي العام الكل يشوف حزب الله عم يضرب من حد البيوت لتضربنا. نص صحت شوية، نص قعر الدروز. نص قعر الدروز، خلي هالكلاب يشوفوا.
نعم، إذن بحسب كل هذه المشاهد وكما رأينا، إذن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن هناك رشقات صاروخية أطلقت بالفعل من لبنان نحو قاعدة دوف الإسرائيلية. أيضا بحسب ما صرحت وسائل إعلام إسرائيلية فإن الجيش استطاع أن يعترض معظمها ثم عاد بعد ذلك وقال إن القبة الحديدية اعترضتها جميعها. أيضا بحسب الأخبار الواردة كانت هناك تعليمات لسكان الجولان والجليل الشمالي بالبقاء في الملاجئ. أيضا عدد هذه الصواريخ التي أطلق من الجانب اللبناني كان بحدود 15 صاروخا وتم اعتراضها. أيضا الجيش الإسرائيلي قال إنه تم اعتراض إذن كل هذه القذائف أو كل هذه الصواريخ. وفي الوقت ذاته بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأيضا لبنانية تحدثت عن إنه حزب الله استهدف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعة وذلك ردا على الغارات. القوات الدولية في الجنوب كانت قد أعطت تعليمات لعناصرها بالنزول أيضا إلى الملاجئ. هذه الأخبار كلها قد جاءت عقب أيضا اعتراف وإقرار ميليشيا حزب الله بالفعل بأنها قد أطلقت عددا كبيرا من هذه الصواريخ على موقع محدد في إسرائيل. الجانب الإسرائيلي أيضا وعلى لسان مسؤول قال إن هناك حالة من التصعيد الكبير الذي تواجهه إسرائيل على الجبهة الشمالية، وبحسب التصريحات التي أطلقها فإن هذه المعارك قد تدوم لأيام طويلة. وسائل إعلام لبنانية أيضا تحدثت عن أن هناك حالة من النزوح الكبير لسكان القرى الحدودية اللبنانية الإسرائيلية. وكما ذكرنا قبل قليل ميليشيا حزب الله اعترفت وأقرت بأنها قصفت أراضي مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في شبعة. كان الحراك الأخير بحسب فيديو كنا قد شاهدناه وتحدث أو أشار إلى أنه مجموعة من أهالي قضاء حسبية منعوا مجموعة من إطلاق الصواريخ وذلك باتجاه إسرائيل. إذن كما شاهدنا قبل قليل كانت الأخبار تتحدث عن تزامن لهجوم بالصواريخ والقذائف الصاروخية من سوريا وأيضا من الجانب اللبناني باتجاه إسرائيل. بحسب ما صرحت أو صرح الجانب الإسرائيلي بالفعل فإنه قد تم الرد على هذه الصواريخ. القبة الحديدية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بالفعل استطاعت أن تعترض كل هذه الصواريخ بحسب التصريحات الآتية من هناك. أيضا وسائل إعلام اللبنانية تحدثت وأشارت إلى أن هناك نزوحا كبيرا لسكان القرى بين لبنان وإسرائيل. أيضا تأتي التصريحات الإسرائيلية متتابعة لتشير إلى أن هذا هو تصعيد كبير على الجبهة الشمالية. نذكر أيضا بالتأكيد وعلى خلفية هذه الأحداث أنه في الرابع من آب أي في الذكرى الأولى لانفجار ميرفأ بيروت كان هناك حراك من الجانب اللبناني حيث بالفعل تم إطلاق 3 صواريخ في وقتها على الجانب الإسرائيلي. إسرائيل في وقتها صرحت بأنه تم اعتراض صاروخين وسقط الأخير بالفعل على إسرائيل مما سبب أضرارا مادية وحريقا دون الإعلان أو الإشارة إلى أي خسائر أو أضرار بشرية.